مدار الأخبار في دقيقة ونصف، أهلا بكم. الجامعة الملكية لكرة القدم تغلق باب تسريبات وتعلن رسميا الانفصال عن وحيد خليلوزيتش المدرب الوطني بالتراضي بسبب اختلاف الرؤى بينهما حول الاستعدادات لنهائيات كأس العالم قطر 2022. تعتزم الحكومة إنشاء 129 سدا جديدا بمختلف أقاليم المملكة بين 2022 و2024 فضلا عن إنجاز سدود كبرى ومتوسطة حسب البرامج المسطرة مع مختلف القطاعات المعنية ووكالات الأحواض المائية لدعم التزويد بالماء الصالح للشرب. هذا ما كشف عنه وزير التجهيز والماء نزار بركة، مشيرا إلى وضع وتنزيل برامج لإزالة الأوحال من السدود لزيادة سعة تخزينها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة عقد الفرشاة المائية للحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وكذا توسيع نطاق عملية إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء العامة والخاصة وتطعيم الفرشاة المائية لتكوين المخزون المائي لهذه الطبقات التي تعرف استنزافا متواصلا. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع الجريدة. إلى اللقاء.